كابتن عادل، خلينا بقى نروح لوجهة نظرك في مباراة البايرن بكرة. البايرن بيلعب بتشكيل او اتنين مختلفين، او زي ما حضرتك قلت لي ثلاث تشكيلات مختلفة. طيب خليني اول حاجة اتكلم فيها، اتفضل، ايه اللي ممكن نعمله علشان نوقف فرقة كبيرة زي الباير؟ تمام. اول حاجة عاوز بس اتكلم على الباير في شقين، الباير المخيف والباير اللي ممكن، ودي مهمة قوي. الباير اللي انا عايز اقول لك اللي هو المخيف القوي، اللي هو فرقة صعبة جدا، دي كانت السنة اللي فاتت كمان افضل من دلوقتي، رغم اللي انا عايز اقول لكم حتى السنة اللي فاتت وهي في الافضلية اللي كسبت برشلونة 8، ايوه، اتغلبت في السنة دي 5-0 قبل كده. يعني عايز اقول لك انه في ليها وعليها يعني. طب خلينا نتكلم اللي ليها. اول حاجة عشان اقول لك، هي فرقة بتلعب كرة شاملة، وطريقة المدرب كمان، المدرب كان مؤقت في البداية وبعدين اثبت نفسه وعمل نتائج مبهرة وبقى مدرب اساسي للفرقة، وخلاص عمل عقد كبير جدا وبقى مدرب من المدربين الالماني الكبار، رغم انه كان مساعد وبعدين صعد بعد ما المدرب مشي. طب نتكلم الاول على طرق لعبهم، بيلعبوا ازاي. احيانا ما تعرف لهمش طريقه، كل طرق اللعبه بيلعبوها، لا بيلعب 4-2-3-1، لا بيلعب 4-1-4-1، وفي مباريات سهله ممكن يلعبها 4-1-4-1، ويعني دي طريقه تقدر تقول ان هي دفاعيه شويه. لكن في المباريات، مثلا اخر 5 مباريات مكسب في الدوري، كسب فرايبورغ 2-1، كسب شالك 4-0، اوفنهايم 4-1، هرتا برلين 1-0. تعال نتكلم على طريقه لعبهم من الحته اللي ورا الاول، اللي هم الرباعي اللي بيلعبوا في خط الدفاع. نوير احنا مش هنتكلم عليه كتير، يمكن الدكتور كمان حارس مرمى ممكن يتكلم عليه، ما ينفعش اتكلم برضه. لكن بكلمك على الاربعه اللي قدامهم، هرنانديز ناحيه الشمال، واحيانا ديفيز، بس انا اقول لك ان ديفيز هو اللي هيلعب. تمام. سولي وألبا ممكن، وبواتينج، انا بقول ان ألبا وبواتينج اللي هيلعبوا. سولي احيانا بيحطه ناحيه الشمال، تخيل بيحطه زي باك ليفت احيانا، لكن ديفيز هو الاساسي. الناحيه اليمين بيفار، ده من اللعيبه انت عارف اللي هو بتاع فرنسا، الباك رايت اللي جاب الجون في الارجنتين الكره، لعيب كويس جدا. اول حاجه بيعملوها لازم بيسيبوا لك الملعب الخلفه، يعني احنا دايما نقول للعيبه للرباعي بتاعنا في اي حته اعمل عمق دفاعي، صح؟ لا، دول ما بيعملوش عمق دفاعي خالص، دول بيعملوا بلوك على على نص الملعب، بيبقوا ضاغطين عليهم قوي علشان يخنقوا الفرقه اللي قدام. تمام. خش على، لو بيلعب بواحد هبيلعبه بكيميتش، لو لعب باتنين هيلعب مثلا كيميتش ولوكا ممكن. طب لو لعب بكومان وجنابري ناحيه اليمين وناحيه الشمال، اقدر اقول لك ان هو لو لعب 4-2-3-1 هيتعبنا اكتر. لكن لو لعب 4-1-4-1، وانا افتكر ان هو يلعب 4-2-3-1. طيب تعالى نقول الحاجات بقى اللي هي ايه اللي ممكن نلعب عليها معاهم. في مثل بيقول لك ايه، لما يجي لك واحد في توه، واقولها لك ببساطه، انت ما تبادرش بالضرب، او لو واحد عالي ما تطلعلوش، هتتعب، شد وانزل بيه تحت. بمعنى ايه في الكوره؟ انت لازم تبوظ لهم لعبه. عايز تتكلم عن الاهلي دلوقتي؟ لا، مش بتكلم على الاهلي، انا بتكلمك عليهم، على باير، على الباير. اوكي. لازم تجرجرهم ليك، لان عندهم اولا سرعات، بيهاجموا من كل حته في الملعب. عندهم جنبين، الجنب اللي ناحيه الشمال اللي هو ألبا وديفيز وكومان وروكا، بيلعبوا في الناحيه دي، ومولر مشترك معاهم كلهم. كلهم بيبقى خط طولي. اولا ما فيش كور عرضيه عندهم، ما بيلعبوش الباص والحاجات، الكور العرضيه دي كانت مع جارديولا، وبعدين خلاص بعد ما مشي لعبوا تاني الكره الالمانيه اللي هي ايه، القر والفر والباص والتحرك والمساح والضغط والسرعه. علشان كده انا بقول لك لو احنا جريناهم، نعم، مش هنقدر، احنا لازم نرجعهم لينا. طب تعالى نتكلم على الناحيه الثانيه، بافار وبوتنج وكاميتش وجنابري ومولر برضو مع الراس حربه البولندي القوي جدا، اللي عاوز اقول لك ان هو احسن لعيب في العالم. احسن لعيب في العالم.
طيب احنا بقى علشان هاجي لك للاهلي، لكن انا هكمل لك بس بايرن ميونخ. انت لما تيجي تلعبهم يعني علشان تسرقهم كويس يبقى لازم نعمل ايه؟ نعمل زي ما اتعمل فيهم في الكاس. انت عارف انه بيلعبوا في الكاس اتعادلوا 2-2 مع فرقه درجه تانية، ليه؟ رغم ان هو ما قعدش كل الفرقه، كان بيلعب بس يمكن نوير ما كانش لعب في المباراه دي، لكن اقدر اقول لك انه لعب معظم الاساسيين، ولكن الفرق كلها اللي بتديله 40 متر بس لورا وبيسيبوا له الملعب كله ويلعبوا على الهجمه المرتده. بيلعب هي مش الهجمه المرتده بس، الهجمه المنظمه لما انت بتهاجم، ودي لما نيجي نتكلم على الاهلي اقول لك نتكلم عليها ازاي. ماشي. لكن انا رايي ان الباير عشان تلعبه كويس لازم تجرجره ليك، نزله ليك ما تطلعلوش.